أو في البطء بطء أو ثقل بعض اللاعبين. ربع ساعة يمر لكن كرة خطيرة الآن لرفاق توني. الهدف الأول في المباراة خلطت غايا مرباح جيلواندا. يا حائط الصد. شوفوا كيف افتح ملعوبة إلى القائمة الثاني بمهارة. هذه فوق الشباك إن شاء الله ضايعة. يا زولاو أزولاو أزولاو يسجل. متابعة من غايا مرباح ولكن أزولاو بمهارته حسن التفاوض خارج الديار. الخطا كان على حدود منطقه الجزاء. قرار قاسي من حكم المباراه. تعرف وين هي الافضليه. غايا مرباح